مهما بلغت الحرب من شدة وقسوة، دائما ما يزهر عنها شيء ما ويكون ثمة أمل ينمو على الضفة الأخرى من هذه الفوضى العارمة غير المرحب بها. وبعيدا عن هذا المشهد، إلى الطفلة لما أبو جامو صاحبة 9 أعوام اقتحمت عالم الصحافة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع لتنقل معاناة الناس إلى العالم، حيث لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبدء توثيق الصراع الذي يتكشف في القطاع المحاصر. بحب أن أكون صحفية وبحب مهنة الصحافة، بحب أشيل الكاميرا وأروح أصور فيها الناس، وبحب أوصل صورتي وصورة العالم كلها للعالم اللي برا. أنا بحب أصور فيديوهات على الإنستغرام، بحب أنزل فيديوهات عن الحرب، وبحب إنه بدي أوصل رسالتي للعالم كله إنه يوقفوا الحرب عنا وعن أطفال فلسطين اللي هم بتعذبوا وبجوعوا كمان وعندهم ما عندهمش أكل، ما عندهمش شرب. وفي غضون أسبوع واحد فقط برزت لما وأصبح لديها أكثر بنصف مليون متابع لمقاطع الفيديو التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضحكتها المتواصلة وبالسترة الواقية الزرقاء التي تشير إلى مهنة الصحافة. والدها بيعمل في مجال الصحافة. لما من وهي صغيرة كانت عندها كثير موهبة حلوة، تحب تحاور، اجتماعية جدا. خلال فترة الحرب لقينا انه في لما في عندها شيء بدها تحكي فيه، فمسكت التلفون وبلشت تعمل اللي هو بلوجات تشرح في حالة الوضع في قطاع غزة، الحرب، القصف، النزوح. وهكذا أصبحت لما تجيد التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال والإعلام المرئية بطريقة أصبحت مألوفة في حياتها اليومية من خلال ما تنقله من قصص من قلب الأنقاض وسط آهات الأطفال والنساء، بدلا من قضاء أوقاتها في اللعب في إصرار قل له مثيل لنقل أوجاع الفلسطينيين علها تخجل الحرب. صورت فيديو عن الأوضة اللي رموا عليها قذيفة في قسم الولادة.